أقامت السلطة المحلية ودائرة منشآت الغاز بصافر مؤتمرا صحفيا بمحافظة مأرب لتوضيح حجم تزويد محافظات الجمهورية بمادة الغاز المنزلي، ودحضا لإشاعات الميليشيا الإرهابية الحوثية وتعريها أمام المواطنين. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد القداسي. تناول مؤتمرا صحفي للسلطة المحلية ودائرة منشآت الغاز بصافر جملة من الأغذية المتصلة بتوفير المشتقات النفطية وفي مقدمتها مادة الغاز المنزلي لجميع أبناء الوطن. وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح أكد استمرار توزيع مادة الغاز على جميع المحافظات دون استثناء، مؤكدا التزام الحكومة الشرعية بإيصال كافة الخدمات للمواطنين. الحكومة الشرعية ممثلة في السلطة المحلية في محافظة مأرب منذ أول وهلة حريصة على وصول الخدمات الأساسية أهلنا وإخوتنا، لأنه في الحقيقة الهدف هي وصولها لهؤلاء المواطنين. وأوضح مفتاح الميليشيات الحوثية الإيرانية قامت بإيقاف الوكلاء الرسميين لبيع أسطوانة الغاز واستبدالهم بعقال الحارات، ونفى نفيا قاطعا ما تروج له الميليشيات من إشاعات كاذبة عن انقطاع الغاز من مأرب. أبناء اليمن يعرفون ويسمعون ويشاهدون المقطورات الغاز التي تذهب يوميا إلى المحافظات كلها، صنعاء وعمران وصعدة وإب ودمار وجميع محافظات الجمهورية دون استثناء، ستظل مستمرة مهما حاولت الميليشيات هذه التي تستغل أبناء الشعب اليمني. هتكت العروض، دمرت المدارس، دمرت كل مؤسسات الدولة، واليوم تريد أن تنصب وتبث بعض الشائعات أن مأرب قطعوا الغاز. لم يقطع مأرب، والحرب هي مستمرة وسيظل مستمر لوصوله لأبناء الشعب اليمني. مدير دائرة منشآت الغاز بصافر المهندس محسن مهيطة أوضح بالأرقام حجم تزويد المحافظات بمادة الغاز المنزلية. للعام 2020 كم تم ترحيلها جميع المحافظات؟ منها أمانة العاصمة 2058 مقطورة في عام 2020، صنعاء 3629 مقطورة، تعز 2047 مقطورة، الحديدة 1456 مقطورة، أب 2154 مقطورة، حجة 758 مقطورة، ذمار 1141 مقطورة، صعدة 678 مقطورة، البيضة 616 مقطورة، المحويت 516 مقطورة، الجوف 347 مقطورة، عمران 1324 مقطورة، ريمة 258 مقطورة. إجمالي المقطورات المرحلة 16982 مقطورة، هذا بالنسبة للعام 2020. أما بالنسبة لشهر 1 وشهر 2 من العام 21، أمانة العاصمة 298 مقطورة، صنعاء 568 مقطورة، تعز 312 مقطورة، مع أن تعز مون من محطة من الفرشة، من محطة الفرشة يعني بعض المديريات تمون من الجهات الشرعية. الحديدة 219 مقطورة، أب 347 مقطورة، حجة 158 مقطورة، ذمار 157 مقطورة، صعدة 135 مقطورة، مع العلم نحن نمون صعدة يوميا من 3 مقطورات، البيضاء 87 مقطورة، المحويت 87 مقطورة، الجوف 65 مقطورة، عمران 194 مقطورة، ريمة 36 مقطورة. هذا في خلال يناير فبراير قبل ما تم ترحيله للمحافظات المسيطر عليها الحوثي. الأراجيف والإشاعات الكاذبة التي تروج لها الميليشيات الحوثية عن انقطاع المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلية هدفها إثارة البلبلة التحشيدية والتجنيدة ودعما لمجهودها الحربية ضد أبناء الوطن. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.